تهيض هجوسي وامتطى صهوة القفان بحفلة الكفو عبد الكريم اكتب اوزاني تخرج ابن عوانه خط له عنوان لها الحق يبخر عالي القدر والشاني تهيض هجوسي وامتطى صهوة القفان بحفلة الكفو عبد الكريم اكتب اوزاني تخرج ابن عوانه خط له عنوان لها الحق يبخر عالي القدر والشان من امريكا متخرج وله بصمه وبرهان بدارات الاعمال حازي جزلات واسماني ومبروك يا عبد الكريم ولك الالحان بيتها فيك تزداني وبفعلك وانجزك تفردت في الميدان ونجمك سطع ضوه على كل الاقران ابوك الكريم المعتلي مدها لطيفا عوان الشجيع اللي اعتلى فوق الامزان هذاك اللي فعله وافي ويرجح الميزان ورث الشيوخ ونسل دربنا الايماني وموزع الضياب عيالك تفخر وتتبهى على مر الايام ولك عز وتخوان مواقفهم برهان اهل الطال اللي في المواقف شجعاني ابو ذياب رمز الجود للمرجلة عنوان وهذا ابو شهد لي جاص عبلان علي سيف قاطع وقفته تخلف العدوان وبفعال نوابي شهد القاصي والداني لكم عز شامخ يا سلايل واتجان وامجاد تشهد يا سلاطين الايمان لكم عز شامخ يا سلايل واتجان وامجاد تشهد يا سلاطين الايماني